السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على واحد الميزة كاينة في مشروع البساتين وما كايناش ميموزا. واحد الميزة اللي كيمتاز بها البروجي ديال البساتين على ميموزا من بين النقاط، اختارينا نقطة اليوم وكل مرة غتبان لنا شي حاجة غنشيرو لها إن شاء الله، هي الكوزينة. الكوزينه الا درنا مقارنه بين الكوزينه ديال مشروع البساتين ومشروع ميموزا فغنلقاو الكوزينه ديال البساتين كبر من الكوزينه ديال ميموزا، لانه الكوزينه ديال ميموزا تقريبا من الباب والعرض ديال ثلاثه البيبان هادو واحد جوج ثلاثه حد هنا ونقدروا نرجعوا لعندي. هذا هو الكوزينه ديال ميموزا في هذا الحد تقريبا كتلقاها. البساتين لا، البساتين عندنا علي من كنلقاو الثلاجة بلاصتها، هنا عندنا واحد ليسباس عاوتاني تقدر تحط فيه شي حاجة، وعندنا الأكثر من هذا عندنا هاد ليسباس عاوتاني هنا اللي يقدر بنادم يستغلو على حسب كل واحد والفكرة ديالو، كاين اللي يقدر يدير الشراجم هنا ويلغي هاد الباب من هنايا، فكاين مجموعة من الأمور اللي تقدر تقاد مع الوقت. أما بخصوص الكوزينة ديال ميموزا، ديال ميموزا إلا دخلتي ليها كتلقى الثلاجة مع الباب شوية داكشي مزير، العكس ديال مشروع البساتين. يعني الناس اللي كيبغيو يعرفوا شكون اللي كبر واش ميموزا ولا البساتين، فكاين ميزة كتلقاها هنا ما كتلقاهاش هنا، وهادشي كله كيبقى أرزاق والله يسخر لكل واحد. راه كاين اللي جا في الكاتريام، كاين اللي جا في البرومي، كاين اللي جا في عمارة شوكة. وواحد النقطة عاوتاني بغيت نشير ليها هي في بيت النعاس. بيت النعاس أجي وتشوفوا واحد النقطة كيشيروا ليها الناس، أن بيوت النعاس كبار ديال ميموزا والبساتين لا، ولكن غنقول لكم انا اليوم ان حتى الماريو ديال بيت النعاس ديال البساتين تقدروا تستغلوه. اجيو تشوفوا كيفاش. هذا هو البيت ديال النعاس، غادي ندخلوا هنا كما كتشوفوا وغادي ندوروا. هذا هو كنشوفوا انه الحد ديال الباب مع الحد ديال الكادر، ولكن كنقدروا نقول لكم انه هنا من الفوق بحال دابا هنا، هنايا عندنا واحد سميتو عندنا هنايا القبص، عندنا واحد الطبقه ديال القبص، يعني في هاد البلاصه هنا الفوق يقدر بنادم يدير الشريجمات، يكون هنا كوليس ولا شوف على حسب الاختيار ديال كل واحد، واحد فيهم داكشي اللي راح يحطو يكون مثلا خفيف بحال كويشات وهذا، ويستغل المساحه كامله، وديك الساعه غيبان لك ان الماريو ديال البساتين يا فوق الماريو ديال ميموزا. والله يسخر الامور لكل شيء. وهذا الهدف من الفيديو كنحاول نقرب لكم من شي حوايجات اليوم زوينين، وكيبقى الواضح واللي هو مهم هو انه الشقه احسن بألف درجه من البراكه. ما نكذبوش على راسنا، راه كاين اللي البراكه ديالو لا تتجاوز المساحه ديال الكوزينه، وكاين اللي اقل، وكاين استثناءات اللي هي قليله، واحد 500 ولا في 400 اللي كتلقى عنده واحد البراكه نيه كبيره، ولكن كيبقى التكرفيس. الله يسخر الامور، الله يدير لي فيها الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.